بدأ العام 2014 بمواجهات عنيفة بين جماعة الحوثي والسلفيين في منطقة دماج بمحافظة صعدة بعد حصار خانق فرضته الجماعة على المنطقة امتداداً للمواجهات التي كانت قد اندلعت في نهاية أكتوبر من العام 2013، وكنتيجة لها تم إجبار السلفيين على الخروج من دماج في لحظة غامضة من خلال صلح رئاسي قضى بتهجيرهم من المحافظة عقب إحكام الحوثيين سيطرتهم على صعدة. تحركوا صوب مدينة عمران ودشنوا عملية السيطرة من خلال تسيير مظاهرات تطالب بتغيير المحافظ وقائد اللواء 310 المرابط في المدينة، وحدثت اشتباكات عنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية على مدار أشهر انتهت باستشهاد قائد اللواء العميد حميد القشيبي وسقوط المعسكر في 8 يوليو من العام 2014. إثر سقوط عمران عزز الحوثيون من وجودهم في محيط العاصمة صنعاء، واستغلوا قرار الحكومة القاضي برفع أسعار المشتقات النفطية بأكثر من الضعف، وتحركوا باتجاه محاصرة العاصمة بالطريقة نفسها التي تمت في عمران. ووفقا لذلك تم إنشاء مخيمات للمسلحين على معظم مداخل العاصمة. تزامنا مع ذلك قام زعيم جماعة الحوثي بتوجيه 3 مطالب للسلطات اليمنية في 17 أغسطس تضمنت إلغاء الزيادة على المشتقات النفطية وإقالة الحكومة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وهدد السلطات بأنه سيتخذ إجراءات مؤلمة في حال عدم تنفيذ المطالب خلال بضعة أيام. وتنفيذا للتهديد قام الحوثيون بالاعتصام قرب 3 وزارات مهمة هي الداخلية والكهرباء والاتصالات لممارسة المزيد من الضغوط، وأقدموا في 9 سبتمبر على تسيير مظاهرة باتجاه مجلس الوزراء أسفرت عن مواجهات مع القوات الحكومية قتل فيها 9 من المتظاهرين. في 16 سبتمبر اقتحم الحوثيون عددا من القرى في الشمال الغربي للعاصمة وصولا إلى الاشتباكات مع قوات الفرقة الأولى مدرع، وكانت تلك الاشتباكات بمثابة الخطوات التمهيدية لعملية إسقاط صنعاء، وعلى إثرها توسعت المواجهات إلى المناطق الشمالية الغربية من العاصمة خلال أيام لتصل ذروتها في 21 سبتمبر من العام 2014. وفي موازاة تلك الاشتباكات كان المبعوث الأممي جمال بن عمر يتفاوض مع الحوثيين حول اتفاقية أطلق عليها اسم اتفاق السلم والشراكة الوطنية، والتي وقع عليها في يوم سقوط صنعاء، وقد مكنت تلك الوثيقة الجماعة من السيطرة على البلاد. شكل إعلان الحوثيين في فبراير من العام 2015 ما عرف باللجنة الثورية العليا لإدارة شؤون البلاد ووضعهم للرئيس عبد ربه منصور هادي تحت الإقامة الجبرية انقلابا على اتفاق السلم والشراكة، وهو ما دفع المكونات السياسية لرفضه، ومثل مفترق طرق بين مختلف الأطراف، ودخل اليمن على إثره إلى نفق مظلم من الصراعات لا تزال آثاره حاضرة حتى اليوم.